اهلا بحضراتكم من جديد وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله، وكل يوم جمعه يتجدد اللقاء مع الاهلي خط احمر. طبعا كلنا شفنا مباراه وانتصار تاريخي للنادي الاهلي 9-0، اكبر نتيجه حققها النادي الاهلي في تاريخ دوري ابطال افريقيا، وهو ده اللي احنا كنا بنطالب بيه في مباراه الذهاب، ان لما يكون انت بتلعب من دور ال 64 وعندك فريق دون المستوى لازم تعمل عليه رقم قياسي. الحقيقه ما قدرناش نحقق الرقم القياسي في افريقيا، لكن 9-0 رقم اكيد قياسي للنادي الاهلي. مبروك الصعود المتوقع واللي ما كانش ينفع يتقبل غيره، احنا بنلعب على البطوله، ووضعنا في اننا نلعب مباراه في الدور ال 64 مش عاوزينه يتكرر في البطولات الجايه، لان ان شاء الله عايزين نشارك واحنا البطوله الجايه واحنا حاملين لقب افريقيا اللي غاب عننا كتير اسبوع. طبعا حلقات البرنامج كل يوم جمعه، فبالتاكيد مش هينفع نعدي برضو احداث الاسبوع، خاصه واحنا من هنا ومن اول حلقاتنا قلنا ان احنا هنكون نافذه الجمهور خلال البرنامج، فما ينفعش طبعا نتجاهل الغضب اللي كان ظاهر على السوشيال ميديا خاصه بعد الخروج من الكاس. النهارده قدرنا الفريق يحصل له حاله ريفرش كده، لكن طبعا للمصداقيه والموضوعيه اكيد عندنا احداث كتير هنتكلم فيها، خاصه غضب جماهير السوشيال ميديا والغضب الحقيقه اللي هو موضوعي جدا. النادي الاهلي بيلعب اي بطوله سواء دوري حتى لو بطوله الكاس هي البطوله الثانيه حتى لو مباراه وديه، جماهير النادي الاهلي لها طبيعه خاصه وهي الفوز بجميع المباريات، فلما يحصل هزيمه قدام فريق للمره الثالثه اكيد هتكون في حاله غضب، ولكن كله يا فارس بيحدد مسؤولياته، وكله اكيد انا وانت وكل المسؤولين لما بيحصل اخفاق بيكون في حاله مش راضيين عن الاداء، وطبعا حاله غضب جوه المسؤولين واللاعبين والجهاز الفني والجماهير، فاعتقد غضب الجماهير شيء منطقي جدا وموضوعي ولازم نتقبله. طبعا وفي المرحله دي لازم نستوعب ان الغضب بيكون نابع من الحب للنادي الاهلي. النهارده احنا بنفوز فوز كبير جدا، وبما اننا في ايام البحث عن المدرب الجديد للنادي الاهلي لازم نستلهم فكره مستر مانويل جوزيه اللي كان دايما بياكد يا احمد ان المباريات دي هي المباريات اللي لازم تستغل فيها المنافس، والنهارده فعلا نجح النادي الاهلي ان هو يعمل ده وحققنا فوز كبير. بس الفوز مش هنستغله ان احنا ننسى، بالعكس احنا بنفرح وبنستغل الفوز ان احنا نبني عليه، ولكن كان عندنا اخفاق حصل. اي اخفاق بيضايق جمهور النادي الاهلي، الاخفاق بيحمل كل مسؤول في النادي الاهلي ان هو يتدارك سلبيات الفتره الماضيه. كلنا هنا في النادي الاهلي عائله النادي الاهلي لحمه واحده، احنا مش مختلفين، احنا كلنا بنكمل بعض. كنا ما حسيناش باي حساسيه يا جماعه ان احنا نتكلم، ان لا لو في تعثر احنا كلنا بنشوف ازاي نخرج منه. اللحظات دي بتستدعي حاجتين، التكاتف وان احنا نشوف اخطاء الماضي ونحاول ما نكررهاش، وان شاء الله باذن الله ده اللي منتظرينه الفتره الجايه. هنا ما فيش حد هيتقال عليه لانه بيقول راي، قالوا نتيجه ان هو جمهور بيتقاضى اموال او بيهاجم النادي عشان خاطر حد بيدفعه، لا، جمهور النادي الاهلي المحرك ليه يا احمد حاجه واحده بس، حب وغيرته عن النادي بالزبط. وعشان كده كلنا متفاهمين طالما النقد في اطار يسمح بان النادي الاهلي نفسه يستفيد من النقد ده، ودي السياسه دي مش هتلاقيها غير هنا يا احمد، ان الحريه اللي احنا بنتكلم بيها بالتاكيد دي. يا فارس، وحتى اعضاء مجلس الاداره وكمان الكابتن محمود الخطيب اصلا كان لعيب كوره وعنده بالزبط. احساس بفكره غضب الجماهير، زي ما هي في النجاحات بتقدر انها تدعم وبترفع الناس فوق راسها، اكيد وقت الاخفاقات بيكون في غضب شويه، واحنا عشان هنا نافذه اكيد رصدنا سلبيات كتير، منها طبعا كان في اعتراض جماهير على توقيت رحيل المدرب ان هو كان ممكن يرحل قبل كده، ولكن هو الموضوع كان كله يا فارس له منطقته وموضوعيته، ان انت هل تكمل بالمدرب ده بعد افريقيا ولا تكمل بمدرب جديد ويجي يقول لك انا مش متحمل نتيجه المباراتين، فلو حصل اخفاق يشيل هو الليله زي ما بيقولوا بالبلدي كده وبرضه يبقى فيه مشكله. فكان كل راي وهو له بالظبط له موضوعيته وله منطقه، ولكن خلاص مرحله الاثارتي مرحله انتهت، هنقفل عليها بحلوه مراه، هنتعلم الدرس، طبعا هندرك اخطائنا، وان شاء الله الاهلي بصدد التعاقد مع مدير فني جديد يعيد النادي الاهلي لرقم واحد مش بس افريقيا محليا، وده بيحتاج زي ما فارس قال بعقب على كلامك تكاتف جمهور النادي الاهلي، والحقيقه ده مش كلام شعارات، جماهير النادي الاهلي في حاله تكاتف، ودايما اذا كان جماهير النادي الاهلي في الوقت الحالي بيقولوا على المره قبل الحلوه معاه، لا جماهير كمان النادي الاهلي في عز انتكاسات النادي الاهلي اللي حصلت في سنه 65 في مباراه
طبعا كان الوقت ده النادي الاهلي هو ونادي الاتحاد هم اكثر رعايه من الملك، اول انديه تم رعايتهم من جناب الملك، فكان في فارس مباراه وديه بتتلعب قبل كل موسم. الصوره اللي على قدام حضراتكم دي مباراه وديه قبل بدايه الموسم في سبتمبر 1965، النادي الاهلي ثلاث مواسم بدون بطولات لا دوري ولا كاس، بل بالعكس كمان كان في بطولات الدوري لو 21 مباراه يا فارس الاهلي بيكسب سبعه، بيتعادل سبعه ويهزم سبعه، حاجه ما حصلتش في تاريخ نادي الاهلي. الجمهور عظيم بالظبط، محقق 11 بطوله من 12 بطوله ثم غياب 8 بطولات، وده كان منظر الجمهور في مباراه وديه، 45,000 متفرج داخل الملعب وزيهم بره، 45,000 خارج الاسوار، ده جمهور النادي الاهلي وده وقت جماهير النادي الاهلي، وطبيعه الحال لازم جماهير النادي الاهلي تدعم النادي الاهلي، واكيد المسؤولين هيتداركوا الاخطاء وتوصل النادي الاهلي يا فارس للمقدمه باذن الله. بس الصوره دي والاجواء دي، اجواء الستينيات وصعوبات النادي الاهلي، يعني ما بتفكركش بحاجه دلوقتي؟ فكرتني يا احمد والله، يعني ما اشبه الليله بالبارحه يعني. طبعا هنتكلم في موضوع مهم جدا بمناسبه الصوره دي وبمناسبه المسؤولين اللي كانوا الصوره دي بدون قطع كلامك كان كان رئيس الاتحاد اخو رئيس نادي الزمالك، هو ده اللي احنا عايزين، مسؤوليه رئيس الاتحاد اذا كان له ميول مختلفه او واضحه. عايزين نتكلم عن الاستاذ عمرو الجنايني اللي طبعا تم اختيار مجلس معين لاتحاد الكرة، تم ترشيح فيه عدد من الشخصيات، طبعا الأستاذ عمرو الجنايني على رأس المنظومة دي. حابين نقول حاجة، احنا هنا في النادي الأهلي وتعلمنا من اللي قبلنا، أكيد ما بنتعاملش مع حد قبل ما نشوف النتائج اللي هو عملها أو أنجزها، ولكن برضو حابين نرصد مخاوفنا المشروعة جدا يا جماعة. احنا بنتكلم في مخاوف مشروعة، احنا بنتكلم ان في فرق بين الشخصية المنتخبة والشخصية المعينة. الشخصيات اللي بتيجي بالانتخاب قد يأتي على رأس منظومة الاتحاد يا احمد شخصية انت قد يكون لك اختلاف معاها، ولكن يا احمد هي منتخبة، ما ينفعش نصادر على حق الجمعيات العمومية في اختيار الاشخاص اللي بتمثلها. ولكن الفرق هنا ان استاذ عمرو الجنايني جاء بالتعيين، وفي يا جماعة قاعدة واضحة في كل الدنيا وفي كل دول العالم، الشخصية التي تأتي بالتعيين غالبا ما تكون شخصية توافقية، يعني بيكون بشكل كبير عليها قدر كبير من الإجماع، مواقفها في نوع من أنواع القبول ليها، ولكن المرة دي الوضع مختلف، وعشان كده لنا مخاوف مشروعة، وعشان كده في حاجات لازم نرصدها، لأن ما عندناش أي مشكلة أنك تكون منتمي، ما عندناش مشكلة حتى أنك قد تكون لك ميول تعصبية، دي حرية شخصية، ولكن أن أنت تنتقل بالخلفية دي لموضع المسؤولية يا أحمد يستدعي المراقبة والتخوف، وان احنا نحط مخاوفنا كلها ونبدا نرصد الوضع هيكون عامل ازاي. بالتاكيد، لان دي مقدمات، واحنا شفنا الاستاذ عمرو الجنايني طبعا تويتات واستاذ كتير جدا بيتكلم فيها سخريه وابو خمسه وحاجات من هذا القبيل، فلازم هنا اخاف، وانا عايز اعقب على كلمه فارس عشان بعض الناس بيقارن ويقول طب ما كان في احمد شوبير نائب رئيس الاتحاد. لا، احنا نائب رئيس الاتحاد الكابتن احمد شوبير، حتى لو هو منتمي للنادي الاهلي، حتى لو متعصب للنادي الاهلي، فهو في النهايه جاي بقرار لجنه عموميه. اما الاستاذ عمرو الجنايني جاي بتعيين بالتعيين. والحقيقه انا مش عارف ليه، طب ما كان في شخصيات ممكن كتير جدا على راسهم الاستاذ شريف حبيب، المهندس شريف حبيب له نجاحات كبيره جدا في المقاولين العرب، لكن تم اختيار الاستاذ عمرو الجنايني. خلاص احنا هنوقف على الاستاذ عمرو الجنايني، خلاص الموضوع انتهى، نتمنى له التوفيق، ما عندناش خلاف ابدا معاه هو كشخص، بنستنى قراراته، ولكن الفكره كلها ان احنا لازم نكون عندنا مخاوف مشروعه على فكره بالزبط. ومخاوف مشروعه دي تساعدنا يا جماعه في ان احنا نرصد المرحله الجايه ونكون اكثر حذرا، وبرضه تحمل المسؤول مسؤولياته، وان هو لازم يكون تجاه كل الانديه بالعكس كمان، هو في حاجه تدفعه ان هو يبادر ان هو يزيل اي سوء تفاهم او ظن سيء، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان ده يحصل باذن الله. وبخصوص بس عشان الناس برضو ممكن تقول لك طب ما انت عندك محمد فضل في اللجنه دي، احنا طبعا كابتن محمد فضل ما فيش حد رصد ليه اي سخريه او اي تجاوز او اي تناول حتى للخصم، فاعتقد الفرق واضح جدا بين منتمي بهدوء وبين منتمي بتعصب، ما عندناش اي مشكله مع الانتماءات، وده اللي ولا حتى التعصب زي ما قلنا، لكن كل تعصب له ضريبه، انت ممكن تكون انت متعصب بالظبط، كل تعصب له ضريبه، فتشتغل في ناديك او تكون عضو مجلس اداره في ناديك، زي ما الاستاذ عمرو الجنايني كان عضو مجلس اداره في نادي الزمالك من 2006 ل 2013 خلاص امر يخصه وخلاص منتمي نادي، لكن خلاص بما انه قرار من الوزير خلاص احنا النادي الاهلي علينا ان ننتظر ونرى، ولكن زي ما قال فارس في مخاوف مشروعه عشان ناخد بالنا وهنبص على كل قرار نلتزم فيه الحياد، ومش عايزين غير العدل
اللي الاستاذ خالد او الكابتن خالد الغندور دايما بيتكلم في فكره ان الزملكاوي دايما هو العادل، لان طبعا في قرار طلع رسميا اتحاد الكره بالقياس عمرو الجناني يقرر تطبيق تقنيه الفيديو بدءا من الموسم الجديد عشان تعرفوا الزملكاويه بيبحثوا عن العداله. والله لو انت هتاخد كابتن خالد فكره تطبيق الفار ان الزملكاويه هم اللي بيبحثوا عن عداله، النادي الاهلي فارس اعتقد خطابات رسميه، ويمكن هو النادي الوحيد اللي بيبعت خطابات رسميه للاتحاد كره القدم يؤكد حرصه على استخدام تقنيه الفار، لان النادي الاهلي هو المتضرر دايما من الاخطاء التحكيميه، وشفنا على راسها خروج من كاس مصر اخر يوم السبت اللي فات. لكن يا كابتن خالد لو انت بتتكلم عن عدل، انا عايز اقول لك انت ما بصيتش في التاريخ كويس، لان انا ممكن اجيب رموز لحضرتك كانوا زملكاويه ومسؤولين وما كانش موجود عدل للاسف على الساحه، منهم محمد حيدر باشا في واقعه شهيره جدا 1928، محمد جمال البرنس بيعمل وقع مع منتخب مصر اللي راجع من الاولمبياد وبنطرد من الفندق في جنيف، فبيتم او يتم قرار من اتحاد كره بعقوبته وايقافه، يتدخل محمد حيدر باشا هو وكيل الاتحاد ويصر على تاجيل دوري القاهره الى ان يترفع الايقاف عن محمد جمال البرنس او لا يتم ايقافه، ويحصل انقسام وانشقاق في اتحاد كره القدم المصري من اجل لاعب واحد عمل سلوك لابد من عقابه، والرئيس نادي الزمالك وكيل الاتحاد محمد حيدر باشا رفض عقوبته. لو جينا قارنا في الفتره دي بجعفر ولي باشا رئيس النادي الاهلي، كان في الوقت ده تحديدا ايقاف حسين حجازي بعد رفضه استلام ميداليه المركز الثاني، عشان بس وده 1928 يا جماعه عشان نوضح. ايقاف من مين؟ من رئيس النادي. من رئيس النادي ده داخليا اللي هو رئيس الاتحاد بالظبط، رئيس الاتحاد. لا وكمان اتبعت للاتحاد ان هو يلعب في الاولمبياد، رفضه، هو رفض بشكل قاطع جدا فكره طالما خرجت عن الاخلاق والتربيه والاخلاق الرياضيه عقوبه. ده حصل في سنه 28 اللي هي البدايات، وده بيوضح لك النادي بتاعنا بادئ من اساسه ومن اوله على ايه. ده مش كده وبس، ده كمان رمز اخر الكابتن محمد حسن حلمي طبعا كلهم ربنا يرحمهم جميعا، تسبب في الغاء دوري موسم 1954-55 وهو حامل رايه، كان حامل رايه وسكرتير لجنه الدوري، مباراه شهيره بين الاهلي والترام، واللي كان حكم منها فارس زملكاوي برضه حسين امام عم الكابتن حماده امام. المباراه انتهت 3-1، حصل طرد اللاعب ترام توني، وكان في الاستاذ محمد الكابتن محمد حسن حلمي مصر على طرد طلعت عبد الحميد لاعب الاهلي، رفض حسين امام واصر على طرد توني فقط لغير، يقوم يروح الكابتن محمد حسن حلمي سكرتير لجنه الدوري بتقرير من حامل الرايه ضد تقرير حكم المباراه اللي هو حسين امام، عشان يقرر لجنه الدوري اعاده المباراه في طنطا. طبعا النادي الاهلي وقتها غضب شديد وقرر الانسحاب من الدوري، كان قرارات اللجنه اعاده المباراه مش بس اعاده المباراه في طنطا، لا ايقاف توني وايقاف طلعت عبد الحميد لاعب الاهلي مباراتين واللعب في طنطا بدون جمهور. النادي الاهلي اعلن انسحابه، فطلعت الشكوى للاتحاد كره القدم، موقف صعب جدا ان الاهلي بينسحب، فاتحاد كره القدم قرر ان هو يبطل قرارات لجنه الدوري ويقرر اعتماد نتيجه النادي الاهلي والترام 3-1، بس برضه ايقاف طلعت حميد، رفض النادي الاهلي ايقاف طلعت عبد الحميد. النادي الاهلي كان فاضل له مباراتين، يفوز مباراه ويتعادل مباراه ياخد الدوري، اصر على موقفه، فتم تجميد نشاط النادي الاهلي. وكمان اتحاد الكره بعت للعيبه النادي الاهلي يسرحوا اللعيبه، الا ان لعيبه النادي الاهلي يا فارس الوقت ده رفضت تماما. ده كابتن محمد حسن حلمي، ومن كابتن محمد حسن حلمي الكابتن محمد لطيف في دوري 82 ترأس اتحاد الكره فقط ثلاث شهور، حصل فيه كوارث. مباراه الاهلي الزمالك والاتحاد تخلص تعادل باشراك اثنين لعيبه كانوا موقوفين، تكرر لجنه الدوري احتساب فوز الاتحاد يقيلها الكابتن محمد لطيف، وحاجات كتير قوي يا كابتن خالد لو اتكلمنا على العداله مش هنخلص، وقت الحلقه مش هيكفينا يا فارس. انا بس احنا بنحترم كل الناس، لكن لما الناس تتكلم بقى عن فكره المسؤول الزملكاوي ولازم عادل، لا لازم نوضح حاجات حصلت في التاريخ. دي بعض الجزئيات، واحنا اتكلمنا ان كل حلقه ممكن نتناول حاجه زي دي عشان احنا بقى نستلهم ده ونروح لحاجه بيتم الادعاء على النادي الاهلي بيها، وقلنا نستغل النهارده الحلقه ان احنا نوضحها. بالظبط. يا جماعه المحكمه الرياضيه كان بيتقال يا احمد بما انك انت بتتكلم عن المعينين، طب لما كابتن عصام عبد المنعم تم تعيينه ما اتكلمتش ليه؟ ما اتكلمتش ليه؟ خصوصا ان هم استندوا لوقعه ايقاف ابراهيم سعيد لمده 6 أشهر في عهد الكابتن عصام عبد المنعم. حبينا يا جماعه نقف عند النقطه دي ونتكلم في بعض الحقائق اللي ان شاء الله باذن الله نوضحها. المحكمة الرياضية تم تشكيلها من خلال المجلس المعين. المجلس الأول المجلس المعين جه كان على رئاسته كابتن عصام عبد المنعم، وكأنه هو كان الوحيد اللي موجود وقتها بيتم التعامل معانا بالشكل ده. طب النائب كان مين؟ كان الأستاذ طارق غنيم اللي كان نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، الأستاذ ممدوح عباس أمين صندوق رئيس الزمالك الأسبق، المهندس عدلي القيعي، فيكن جيرميزيان اللي هو كان
بيشتغل في الكاف. هو زملكاوي وبيعمل في الكاف والناس ما بتتكلمش عليه كانه هو ما كانش موجود في الكاف، عشان نتكلم دايما ان فكره ان الكاف كان فيه شخصيات اهلاويه فقط. الوزير الحالي للرياضه استاذ اشرف صبحي، دكتور اشرف صبحي كان هو احد اعضاء المجلس، والكابتن ايمن يونس الشخصيه يعني الزملكاويه. مجلس اهلاوي عشان الكابتن عصام عبد المنعم والكابتن عادل القيعي. بالظبط. وكل الزملكاويه دول وكان كان في قرارات مغايره او مش صحيحه في وجود كل الزملكاويه دول. طيب نتكلم اصلا هو ايه قصه المحكمه الرياضيه اللي خدت قرار الايقاف بتاع ابراهيم سعيد؟ هم بيقولوا انشاوها عشان ابراهيم سعيد. انشاوها مخصوص، ده قالوا اتعملت مخصوص عشان توقف لاعب. المحكمه الرياضيه دي تم تشكيلها بعد احداث شغب حصلت في مباراه النادي المصري في الدوري. تم خرج قرار من اتحاد الكره المصري بان المباراه القادمه للنادي المصري تكون بدون جمهور، وتصادفت ان هي كانت مباراه مع النادي الاهلي. ده كان قرار اتحاد الكره اللي خرج وقتها النادي المصري ولجأ للمحاكم المدنيه ورفض القرار ورفع قضيه كان نتيجتها ان صدر حكم بالغاء قرار الاتحاد المصري لكره القدم. هنا المسؤولين عن الكره المصريه شافوا ان فكره اللجوء للمحاكم المدنيه بيتعارض يا احمد مع المواثيق والقوانين بتاعه الاتحاد الدولي لكره القدم، فظهرت فكره انشاء محكمه تفصل في النزاعات الرياضيه وتكون داخليه بدل اللجوء للقضاء المدني. دي كانت أهداف إنشاء المحكمة الرياضية. وعايزين نقول إن المحكمة الرياضية دي بعد ما اتشكلت بقيادة أو بعضوية المستشار عادل أورا رئيسا، المستشار عبد العزيز شافعي نائبا، والمستشار أحمد الزند اللي كان عضو وقتها، وكلها شخصيات مرموقة. الغريب بقى إن القرار اللي صدر من المحكمة الرياضية ألغى قرار اتحاد الكرة اللي شكل المحكمة وقرر خوض النادي المصري لمباراته أمام النادي الأهلي بجمهور. هو ده العدالة. اللجنة اللي شكلها المجلس المعين عصام عبد المنعم الأهلاوي ألغت قراره. ده مش كده وبس، ده كمان أضرت النادي الأهلي. يعني النادي الأهلي كان ممكن هو المستفيد من القرار بتاع اتحاد الكرة انه يلعب بدون جمهور. بالظبط كده، راح لعب بجمهوره طبعا. وكانت نتيجة المباراة ايه؟ تعادل، وده التعادل الوحيد في الدور الثاني والهزيمة من الزمالك بعد كده اتمنوا الجوزيه من اول الدور الثاني. طبعا مثال رائع لفكرة ان مسؤول أهلاوي كان على رأس المنظومة والموضوع مشي ازاي. بعد كده يا احمد رحنا لقضيه ابراهيم سعيد. بعد الموضوع بشهرين، يعني 1 يونيو بدا بقى ابراهيم سعيد طبعا كان بيجي له عقود وبيرفضها وبيتلاعب امام النادي الاهلي بفكره ان هو عدم البيع ورفضه البيع، فلجا النادي الاهلي للمحكمه الرياضيه، وبالفعل يا فارس حكمت المحكمه الرياضيه لصالح النادي الاهلي في قضيه ابراهيم سعيد. والناس بعض الناس بتتوقع يعني بتقول ان العقوبه كانت 6 شهور، دي عقوبه كبيره جدا، لكن لو جيت شفت الحاله في الوقت ده هتلاقي ان سمير كمون قبل كده توقف سنه على اشاره ما لازمش لحد شافها ولا جت في التلفزيون. بالزبط. وسعيد عبد العزيز عشان وقع للاهلي والزمالك بالظبط مده الايقاف. الاهم بقى فارس اصلا ان ابراهيم سعيد كان متعاقد مع النادي الاهلي. طب في واقعة رضا عبد العال اصلا كان انتهى عقده مع نادي الزمالك وبرضه النادي الاهلي دفع 625,000 جنيه. ففكره ان المحكمه الرياضيه انشات من اجل القضيه لا، ده انشات من اجل مباراه لبورسعيد. وبعدين احنا مقترن دايما الفكره يا جماعه بتتقال ايه، مجلس كابتن عصام عبد المنعم، وكأن كل الشخصيات الزملكاويه دي ما كانتش موجوده. بالزبط. والمحكمه الرياضيه اللي اتعملت عشان كابتن ابراهيم سعيد ردينا وبالمستندات وبالادله. ده في نقطه عشان بس اتساق مع الذات، احنا قلنا السيادات المستشار اعضاء احمد الزند عضو في اللجنه دي. بالزبط. فلو انت معترض على فكره اللجنه دي، ده انت عندك مكتبه في نادي الزمالك باسم المستشار احمد الزند، فيبقى في اتساق مع الذات. الراجل له كل التقدير والاحترام، هو واللجنه كلهم طبعًا. كلنا بنجلهم ونحترمهم. اذا ما ينفعش نشكك في فكره ناس اجلاء ان هم كانوا بيجاملوا او ان هم بيخدموا النادي الاهلي. وده اكيد خلاص اتكلمنا فيه ونهناه، فيا ريت ما نتكلمش في فكره المحكمه الرياضيه مره اخرى. وادينا عرفنا امتى انشئت وامتى ابراهيم سعيد النادي الاهلي قدم شكوى فارس للمحكمه الرياضيه. اعتقد دي نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض. ورجعنا لكم تاني ومعانا فقرة اون سبوت تحت المجهر. النهاردة أكيد العنوان الرئيسي معانا فوز النادي الأهلي على اطلع بره في مباراة العودة بنتيجة 9-0. الفوز نزل بردا وسلاما على صدورنا،
حاجة كده تخلينا نقدر نتفائل في اللي جاي وإن شاء الله نبني عليها. المباريات اللي بتكون زي دي أنا دايما باخد منها فكرة ما بنحللش تاكتكس كامل، ما بنتكلمش على ظواهر فنية مجمعة، لأن المباريات اللي زي دي لازم تقف بس عند نقاط واحدة عندها، بحيث انت مش محتاج تقدر المستقبل. تبني عليها، ما تقدرش تناقش تاكتيك، خصوصا ان المستوى بتاع الفريق كان متواضع اللي كنا بنقابله. عايزين نتكلم عن صلاح محسن. النهاردة صلاح محسن قدر يسجل هدفين وبداية موفقة. انت محتاج تدخل مهاجم تاني مع ازارو ومهاجم كمان مع مروان محسن. عايز اتكلم في حاجة محتاجينها من صلاح محسن شوية. أكيد كويس إن أنت سجلت النهاردة، ولكن صدقني اللاعب اللي في النادي الأهلي بيثبت أقدامه لازم يكون عنده حتة الجرينتا، القلب، العزيمة. محتاجين دي تزيد شوية، القتال في كل كورة، حتى ملامح وشك اللي بتعبر على قد إيه أنت زعلان على كل فرصة، قد إيه عايز تعمل أكتر من كده، بتفرق كتير جدا. لو هنرجع لمهاجمين على مدار تاريخ النادي الأهلي هنلاقي إن كان حتة الشخصية والإصرار والغيرة وأحيانا الغل المبرر كان بيفرق أكيد. معهم كتير قوي يا أحمد. أكيد طبعا، فإحنا في نماذج كتير طبعا بالزبط. حتى دي ملحوظة على جنب كده أتمنى يسمعها ويفكر فيها كويس ويشتغل عليها. بس أنا عجبني إن هو فكرة مركز على المرمى يا فارس، وأنا أحب المهاجم اللي هو فكرة يروح للمرمى ويصوب على المرمى ويحاول. أنا عجباني دي فيه، وكمان هدوء قدام المرمى، يعني ده شيء إيجابي جدا في المهاجم. تبقى هادي في القرار وتبقى عنيف في الشخصية بالزبط. مهمة جدا. عايزين كمان نتكلم على مجدي أفشة. النهاردة اللاعب حسس الجمهور ان في حاجة جديدة مهمة. اللاعب اللي بيربط بين الخطوط، فكرة between lines في كرة القدم او المسافة ما بين خط الوسط والهجوم، الحتة دي في قلب الملعب بتكون محتاجة لاعب يقدر يربط بين الخطوط. النهاردة عمل كده حتى من بداية المباراة. كان في لقطة في الدقيقة 11 كان كي باس لعبه، كان مختلف ومهم، وجا بعد بالظبط جا بعد كده كمان في فكرة ان هو نجح يصنع هدف، وحتى الهدف الثالث تداخل فيه. التمريرات بتاعته واختياراته قدام المرمى كانت مهمة جدا، وده نتمنى يكمل عليه. أكيد السذاجة بتاعة المنافس في وقفته في الملعب يا جماعة بتفرق، أكيد بتسهل إن أنت تقدر تضرب خط الدفاع بالكامل من تمريرة واحدة، كل دي حاجات احنا واخدينها في الاعتبار، ولكن اللاعب عنده كتير جدا ونتمنى يقدمه. أنا حاسس إنه لايق على الأهلي جدا جدا، ومن اللعيبه اللي الجمهور كان حاببها تيجي بالظبط، وهو كمان كان حابب يجي والحته دي بادئه معاه وما خدش وقت كتير عشان يدخل. اتمنى يستغل ده ويركز مع النادي الاهلي، هيصنع تاريخ كبير جدا، لان فعلا هو شخصيته لايقه على الاهلي. احنا مش عايزين نقول احكام مسبقه، ولكن هو واضح كده ان هو ممكن ان شاء الله نبني عليه. مجدي قفشه لعيب مهم جدا. الشحات حبيبك. طبعا اكيد الشحات حبيبي، ومازال وزي ما قلنا في بدايه حلقتنا قلنا ان الشحات الموسم ده باذن الله هيكون ماشي على درب محمد بركات. النهارده بيسجل 3 اهداف وبيصنع هدفين، هاتريك للشحات. برضو عجبني جدا هدوء الشحات في الاهداف، وعجبني هدوء قدام المرمى، وانا اتمنى الهدوء ده ينتقل بيه الشحات للمباريات الحساسه، المباريات الحاسمه اللي هو فكره اي ضغوط يشيلها من دماغه خالص وهو داخل المباراه، ويلعب بالهدوء اللي احنا شفناه. اكيد طبعا المنافس بيختلف وبيعمل ضغوط عصبيه، لكن لو لعب بالهدوء ده قدام المرمى هيفرق كتير فعلا. بالظبط يا احمد، وعجبني حاجه مهمه كمان قوي، ان اللاعبين في الملعب بدأوا يثقوا كتير جدا في الشحات، بدأ يبقى من الخيارات المتقدمة جدا ليهم في التمرير. وعلى فكرة يا جماعة دي حاجات بتفرق كتير جدا فنيا داخل الملعب. اللاعب بيكون اوبشن رقم كام ليك في التمرير؟ لا كتير بالضبط. جدا النهاردة حسين شحات بيكون الخيار الاول في التمرير، ودي حاجة مهمة جدا. بتيجي من ثقة اللعيبة، لان هو ثقته في نفسه وفكرة بتنعكس على اللاعبين طبعا، بيتعامل مع الكورة طبعا. عندنا حمدي فتحي ابن قلبي ورقم 6 حبيبك، هدفين. ومهم جدا ان حمدي فتحي بدا كمان يلعب على المرمى، 5 اهداف سجلهم في الدوري اللي فات، ده اول هدف بالقدم. ها بالظبط. وحمدي فتحي يا جماعه مكسب للنادي الاهلي، كلنا حاسينه الاخطبوط زي ما بسميه. اللاعب ان شاء الله باذن الله يكون رقم واحد في مركزه في منتخب مصر. لاعبين كتير جدا حمدي فتحي هم اقل منه واخدين حقهم، ان شاء الله باذن الله حمدي فتحي يعمل حاجه. وعايزين نخرج من الجو بقى ده بتاع التحليل، احنا ونروح لحاجات طريفه. لقينا كوميك كده نزل، طبعا كل الاحترام والتقدير لكابتن طارق يحيى، لكن احنا حاجات طبعا متابعين السوشيال ميديا، ما فيهاش حاجه. دي كويسه ودي كويسه بالظبط كده، فالناس عملت جابت حتى لما تيجي تغلب 7 وانت مؤقت، انا هغلب 9 وانا مؤقت، هغلب 9 وانا مؤقت، وجبنا الكابتن محمد يوسف. اذا كنت انت هتكسب 7 انا هكسب 9. طبعا لقطه طريفه وبنحترم كل الناس، وطبعا احترامنا لكابتن طارق يحيى وكابتن محمد يوسف. معانا لقطه ثانيه نحب نعرضها،
عن حارس مرمى اطلع بره وفكره انا عايز ارتاح شويه بس الراجل تعب والله النهارده يعني كتر خيره كل شويه يدخل يجيب الكره من الجون. انا ما انت وعلي لطفي لمس الكره انا تقريبا ما شفتش علي لطفي في ماتش. نتمنى بس اللعيبه تاخد من المباراه دي الثقه وعلى قدرها. احنا اكيد مبسوطين بس عايزين نبني عليها. مباراه في دور متقدم اصلا ما كناش بنشارك فيه بس حلو جدا انك تستغلها وهي دي ميزه كره القدم لما يبقى عندك منافس يسمح انت تستغل ده عشان تبقى خرجت باكبر مكاسب من المباراه ان شاء الله نقدر نبني عليها. ان شاء الله نقدر نبني ولما ان شاء الله نتعاقد مع مدير فني. والحقيقه انا عايز اتكلم في فكره المدير الفني. نحترم طبعا لازم سي في لازم يكون سي في محترم لازم يكون له تاريخ طبعا مع البطولات لكن انا بالنسبه لي مهم جدا المدير الفني اللي يجي النادي الاهلي يكون عنده سمات شخصيه قويه جدا شخصيه قويه. انا قلت قبل كده يعني ممكن يكون شخصيه عنده بعض النرجسيه لان بعض النرجسيه مش عيب لان فارس الناس بتاخد فكره ان اي حد عنده نرجسيه يكون لا هو اكيد النرجسيه دي في التعامل مع اصدقاء ممكن تختلف بالزبط. لكن في العمل لما يكون عنده بعض النرجسيه زي او بعض الاعتزاز بالنفس زي مستر مانويل جوزيه يبقى عارف ان هو جاي المركز الثاني عنده فشل خاصه النادي الاهلي عنده الكبرياء ده جماهير النادي الاهلي عندها الكبرياء ده فكره انا بلعب على البطوله فقط لا غير رقم 2 عندي هو فشل بالنسبه لي فلازم المدرب اللي يجي لازم تكون من سماته الشخصيه فكره ان هو لاعب البطوله عنده رقم 1 وسماته الشخصيه تفرضها على جميع نجوم الفرقه لان احنا بالفعل عندنا فريقين لكن محتاجين بالفعل بالزبط. مدرب يقدر يطور من اللعيبه دي يقدر يستخرج من اللعيبه دي خاصه كمان اهميه المدرب ان هو ممكن يوفر لك صفقات لو قدر يطور من اللاعبين وقدر طبعا. كمان يبص في قطاع الناشئين ويدعم من قطاع الناشئين انت ممكن تجيب مدرب بتكلفه اعلى شويه لكن هو يقدر يوفر لك على المستوى البعيد. الشخصيه بقى عامل حاسم. بص يا احمد هكلمك حاجه لازم نكون مقتنعين بيها. مستر تسوبل مستر هولمان مستر مانويل جوزيه على اختلاف نجاحاتهم ولكن كان عندهم حتى حتة الاعتزاز بالشخصية ده مهم جدا بالله. يعني أنا معاك فعلا قليل من النرجسية شيء مهم جدا ولكن عايز أقول حاجة فكرة أنا عندي قناعة أن مدرب النادي الأهلي فكرة حصوله على بطولات قبل ما يجي النادي الأهلي مهمة جدا. ليه؟ لأن المدرب اللي بيكون على خلفية أندية اعتادت على تحقيق البطولات هو بيكون عارف يعني إيه ضغط جمهور يعني إيه ضغط نادي إدارته لا تقبل غير بالبطولات وبيفرق جدا في شخصيته. هو لو ما عندوش خلفية كبيرة من البطولات أو بالقدر المعقول بيكون يا أحمد غالبا لاعب في أندية ضغوطها مختلفة خالص عن النادي الأهلي. وفي شفنا مديرين فنيين مصريين كتير جدا كانوا بينجحوا جدا مع أندية وسط ولما بيتولوا قيادة الموضوع بيختلف. حتة بقى عارف لما تعمل الإعلانات زمان بتاعت يشترط الخبرة الأفريقية على فكرة يا جماعة هو لا يشترط الخبرة الأفريقية خالص مانويل ما كانش عنده لأن مستر مانويل ما كانش عنده خبرة أفريقية. كابرال حقق نجاحات على فكرة مع الزمالك في أفريقيا ما كانش عنده خبرة أفريقية. حتى يا جماعة الأسماء اللي بنطرحها زي إيرفيرو نار احنا كنا بنتكلم فيهم في السابق او المدربين الاجانب اللي حققوا نجاحات مع فرق افريقيه قبل ما يجي زامبيا مثلا ما كانش عنده نجاحات مع فرق افريقيه كان بيدرب مثلا في الدوري الفرنسي. ففي حته الكره واحده الكره واحده في العالم كله ولكن انت محتاج يعني ايه بقى المزايا في افريقيا ان يكون مدرب واخد على التحدي قادر يتعامل مع منظومه افريقيا لانها مختلفه فعلا. ولكن عايزين نقول حاجه الدوري المصري بقى صعب يا احمد تكي. بقى صعب في نظامه اللي فيه بعض عدم الثبات اللي كان حاصل في المواسم اللي فاتت اللي كان فيه الملاعب برضو محدوده مش ملاعب كتير بيلعب عليها. فانت عندك اوريدي اصلا الدوري لو انت هتتكلم كده هتقول مناسب مدرب مناسب للدوري المصري. لا انت عايز مدرب عنده تحديات هيحب يشتغل في الظروف دي. وانا اعتقد ان الملف الحمد لله يعني المره دي المدربين المرشحين ان شاء الله باذن الله الاسم اللي هيختار منهم هيكون اضافه للنادي الاهلي وهيفرح الجمهور ان شاء الله باذن الله. احنا واثقين جدا جدا في العنايه والتدقيق في الملف ده المره دي. انا عايز اخد من كلامك وفكره الدوري المصري انه بالفعل بقى صعب لان بعض الناس بتقول بعد خسارتنا من خروج من بيراميدز وخروجنا من الكاس ان الناس بتقول ان الاهلي الزمالك اللي اداله الدوري. الحقيقه يا جماعه الدوري 34 اسبوع. فكره ان انت تصدر اول اسبوع او اول دور ده لا يعني ابدا ان انت بطل الدوري. بتروجيت قبل كده يا فارس في وجود مستر مانويل جوزيه كان تصدر الدور الاول لكن في النهايه النادي الاهلي هو بطل الدوري. ففكره انك تحسب تعثر النادي الاهلي في الاول وتعثر انديه منافسه في الاخر ان كده الفريق الاخر هو اللي ادان دوري فكره مش صحيحه بالمره. اما بالنسبه للنادي الاهلي انت هتفرح بدوري 41 لازم افرح بدوري 41 لان الدوري ده تحديدا كسر يا فارس تابوهات كتير جدا. فكره بالزبط. وكاله الاهرام والفلوس جات لنا انديه كتير جدا وقدرت تنافسنا في صفقات وتعلي صفقات وما خدتش البطوله. فكره الدوري او الاتحاد الكوره اهلاوي احنا اعتقد شفنا الصراعات اللي بين الاهلي واتحاد الكوره كلها كانت ضد النادي الاهلي. الفكره كمان بتاعه التحكيم ودي بقى اللي احنا هننتقل ليها
زي ما شفنا، يعني ما ينفعش نعمل اون سبوت على المباراه دي. لا اون سبوت على الحكم يعني كابتن جهاد جريشة نادرا لما نلاقي الجمهور في الشارع حتى الجمهور البسيط بيتكلم على فكره لا الحكم ده يا جماعه لازم نتناوله، مش فكره ان احنا بنبرر مباريات للخساره. خلاص احنا اتكلمنا في الموضوع ده قتل بحثا، ولكن عشان اللي جاي يا جماعه موضوع التحكيم، انت جاي يا احمد حكم ماتش كينيا والسنغال في دور المجموعات، وبعد كده مباراة شرفية اللي هي تونس ونيجيريا الثالث والرابع، وجاء عنده أخطاء في نهائي البطولة الأفريقية وعليه حالة الضغوط دي كلها، أجيبه أحطه في مباراة زي دي؟ خصوصا كابتن جهاد جريشة يا جماعة هو مش موضوع يخفى على أحد، كابتن جهاد جريشة عنده فكرة اعتزازه بشخصيته بيتحول لقرارات ضد النادي الأهلي أو حتى الأندية الكبيرة عموما أو حتى الأندية الكبيرة عموما، بيحب يثبت ذاته بكده. وعلى فكرة ده شيء انت مفروض تكون هادي بتاخد القرار وفقا للي انت شايفه، هو ما بيعملش كده، فانت اخترت اختيار صعب جدا نتج عنه الموضوع ده. بس احنا حابين بقى نرجع للاختيار ده في ظروف اكبر بكتير جدا كمان من فكرة الاختيار يعني. ما هو بس لا مش هنفوت دي، لان بعض الناس بيقول لك طب لما انت عارف كده ليه ما اعترضتش عليه من الاول؟ طبعا مهم جدا. تعالوا نسمع الناس اللي قالت ليه ما اعترضتش على جهاد جريشة من الاول. على فكره لا انت اللي عينته، طب يعني ايه اللي انت عينته؟ يعني معنى انت عينته مجرم؟ يعني هل ده مجرم فانت رحت عينته فانت بعد ما حصل شفت يا عم مين اللي جاب ده هنا؟ مين ده؟ ما هو دي القضيه انت بتوصلني لكده صح ولا انا غلطان؟ بعدين الاعتراض ده انا عايز اقول بس قول 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 ضرب جزاء للاهلي ضرب جزاء. لو الاعتراض ده في محله لا انا كنت اعترض قبل المباراه. انما انت عشان عندك ثقه كبيره في جهاد جريشة سبته يقف المباراه. كان يعني كابتن سمير يطلع يقول انا مش مسؤول عن التعيينات بالظبط. عشان نكون منصفين هو السؤال فعلا منطقي، لما انت عارف كده عن كابتن جهاد جريشة ليه ما اعترضتش من الاول؟ لكن الحقيقه كابتن خالد ان احنا لما بنعترض انت بتشوف ان الوضع ده مختلف وبيضغط على الحكم. تعالوا نشوف كابتن خالد بنفسه اللي وافق مع الكابتن او الاستاذ صبحي عبد السلام انت ليه ما اعترضتش على جهاد جريشة، وبيقول ايه عن جهاد جريشة بعد المباراه كان جماهير النادي الاهلي بتعترض على جهاد جريشة. والنهارده جهاد جريشة بيحكم المباراه والنادي الاهلي بيفوز فوز مستحق، ولكن هنا بقى علامات استفهام على جهاد جريشة في المباراه النهارده. ادى بطريقه كويسه جدا، حكم من احسن الحكام في مصر، ولكن النهارده من الواضح ان كان متاثر بالحمله اللي كانت معموله عليه، وحاسس ان المباراه دي لو عدت على خير مع النادي الاهلي خصوصا يبقى الحمد لله كده ايه عدينا فكره ان انا سلمت على مرتضى في الانتخابات، فقرر انه لا يعطي انذار لاي لاعب. خلاص اي حد بيعمل اي حاجه مش مطلع انذار، واخر ما طلع في اخر المباراه للاعب من الاتحاد. واحقاقا للحق اكتر من لاعب يستحق الانذار سواء من الاتحاد وسواء من النادي الاهلي. يعني اعترضنا عن الحكم يبقى انت كده بتعمل ضغط عليه وبتخلي الحكم ينزل يثبت ان هو مش زملكاوي فيجامل النادي الاهلي. ما اعترضناش على الحكم يقول طب سكت ليه؟ سكت ليه وما اعترضتش على الحكم ليه؟ لا وحابب اقول حاجه فضل. يعني يا قلبك يا كابتن خالد وانت بتقول وكانهم جابوا حكم مجرم. يا كابتن خالد ده الحكام اكتر اوصاف تم وصفهم ليها خارج الملعب انت عارف كانت جايه في اطار ايه، فالنادي الاهلي ما اعترضش على حاجه تخص الحكم او سلوكه او حاجه تخص شخصه، النادي الاهلي اتكلم فنيا ان الحكم كان اقل من المباراه. حته مهمه قوي يا احمد. بس انا شايف ان احنا غلطانين فعلا فارس، احنا بعد كده لازم بقى نضغط على الحكام ونعلي صوتنا طالما الصوت العالي هو اللي بيأثر على الحكم، ولو ما عليناش صوتنا بنشوف الاخطاء زي دي من كابتن جهاد جريشة. تعالوا نشوف اخطاء كابتن جهاد جريشة مع النادي الاهلي. محتاج كابتن جهاد جريشة يراجع نفسه في الحالات دي لان حجم الاخطاء متعلق باكتر من قصه القرار، ومحتاج كابتن خالد الغندور يراجع نفسه في حجم الاخطاء بتاعه الحكم، وكمان الحكم اللي اتقال ان اول خساره للاهلي معاه، وكان الاهلي ما خسرش من حرس الحدود في 2009 مع كابتن جهاد جريشة، وكاننا ما خسرناش من سموحه في قبل نهائي الكاس 2014 باخطاء من كابتن جهاد جريشة، والمباراة اللي السموحة كان طرفها الثاني اللي راح النهائي وخسر بالتحكيم قدام نادي الزمالك في نفس نهائي الكاس اللي الأهلي خرج منه بسبب كابتن جهاد جريشة ونفس الكابتن جهاد جريشة. فتعالوا نشوف أخطاء الكابتن جهاد جريشة لصالح بقى نادي الزمالك. دي أخطاء أو جزء من أخطاء الكابتن جهاد جريشة لصالح نادي الزمالك، لكن أنا حابب أطمنه بما إن غلطت في نهائي كاس 2014 والزمالك خد الكاس، تأكد في يوم من الأيام هتبقى رئيس لجنة الحكام زي بالظبط الكابتن عصام عبد الفتاح بعد ما أهدى كاس 2001 لنادي الزمالك أمام البلدية بهدف عبد الحليم علي اللي كان خطأ على كابتن حسام حسن.
لكن الحقيقه بعض الزملكاويه بيطلعوا يقولوا ايه المشكله؟ ضيع منكم كاس وضيع مننا دوري 2016 2017. الحقيقه هو بيتكلموا عن مباراه الزمالك والمقاصه وكره احمد سامي الشهيره كان فيها خطا فادح على فكره. طب ركله جزاء خطا فني فادح لا جدال فيها يعني. وكان الزمالك متاخر 1-0 كان ممكن هيتعادل لان كان في اخر الشوط الثاني. بس ده اللي ضيع الدوري؟ لا ده احنا عشان بقى نضيع الدوري عشان احنا عارفين الزمالكاويه بيتكلموا ازاي. هما بيقولوا دايما انت ممكن بقى بتيجي في نهايه الدوري بعد ما تضيع من الدوري في ماتشات حساسه تيجي تقول لي خد بقى كام مجامله تحكيميه كده وتقول لي دي قصاد دي. لا احنا نقف عند المباراه دي تحديدا في شهر مارس الزمالك 2017 الزمالك والمقاصه وخطا جهاد جريشه قبل منه كل الزمالك لعب ما قبله بالظبط ما قبل المباراه دي يا جماعه 18 مباراه. الجدول الدوري وقتها كان النادي الاهلي فارق عن الزمالك 12 بونت وعن المقاصه 10 بونت يعني كانت المباراه دي اصلا صراع على المركز الثاني. الزمالك استفاد تحكيميا قبل المباراه دي في 5 مباريات. تعالوا نشوف الاخطاء التحكيميه اللي استفاد منها الزمالك او الخمس مباريات قبل مباراه الزمالك والمقاصه عشان ما حدش يقول ان جهاد جريشه ضيع دوري على الزمالك. بس اللي حصل في مباراه المقاصه مع الزمالك كان ذنب ان كابتن ميدو ما شافش السكرين. يعني موضوع غريب جدا وحجم اخطاء غريب. 5 مباريات. الغريبه كمان يا احمد ان كانه موضوع المقاصه ده كان تكفير عن ما قبله. يعني حتى السوبر اللي كان قبله بين الاهلي والزمالك خسرناه وصلنا يعني ضربات الجزاء بسبب ضربه جزاء كانت على الونش كان ممكن تحتسب وتخلص المباراه. حكم اعترف بيها في فيديو موجود وموثق يعني. والغريبه كمان ان جنش اللي كان موجود في المباراه دي كان ممكن ما يكون الزمالك والمقاصه في مباراه الاسماعيلي كان له ركلتين جزاء في مباراه الاسماعيلي اتظلم فيهم. يعني هو استفاد في 5 مباريات واتضر في مباراه الاسماعيلي فقط لا غير. وبرده في كوره في ماتش اسوان عشان برده اكون واضح كانت مع شيكابالا كابتن جمال غندور والحكام كلهم اختلفوا هي على الخط جوه بره. فعشان نكون واضحين نجيب اللي لينا واللي علينا فارس. ردينا رد بالظبط ردينا رد وافي. واعتقد موضوع كابتن جهاد جريشه تم رصده. ولو هنتكلم على المجاملات شفنا مين فعلا اللي كان فيه مجاملات تحكيميه خدمته كتير جدا. نطلع لفاصل ونرجع مع فقره ريمونتادا وفقرتنا الاخيره. اهلا بحضراتكم من جديد والفقره المحببه لقلبي واكيد قلبي فارس فقره ريمونتادا. والحقيقه الفقره دي زي ما قلنا هتتناول كل القضايا او كل ما يدور حوالين النادي الاهلي. واحنا ما عندناش خلاف ابدا ان اي حد او اعلام منافس يتناول قضايا النادي الاهلي، لكن احنا خلافنا دايما مع تطاول. احنا هنا هنتناول اي حاجه فارس بيتم غضوب عند النادي الاهلي او ما شابه هنرد عليه والرد بالادله وبنوصيكم مش عايزين حد يزعل من فكره الرد. قلنا حته مهمه الناس بتقول انتوا بتردوا وبتدوا مساحه للبرنامج. احنا يا جماعه في فرق بين ان احنا بنرد. انت بالعكس انت بالرد بتكسب حاجتين، بتثبت ان الاخر على خطا بالزبط. وبتوثق لده وبتثبت ان انت دايما مفترى عليك وبترسخ لده. ودي حاجة مهمة جدا ان احنا لما بنرد الافتراءات دي بنبين قد ايه النادي الاهلي كل حاجة بيعملها بقيمه ومجهوده. وما ينفعش نتجاوز يا فارس يعني طبعا. انا عايز اقول لك بنرد بطريقة النادي الاهلي. سقراط كان في سوفسطائيين لما طلعوا كانت الحضارة اليونانية هتنهار يا جماعة. راجل فيلسوف كان ممكن يقول لك انا مالي ومالهم وما نردش مش عارف ايه. لا كان بيرد وحارب السوفسطائيين عشان من اجل الحضارة اليونانية. احنا هنا برضه بنحارب من اجل النادي الاهلي. طبيعة الرد يا جماعة ما تزعلش حد. المهم التناول لا التطاول. ما بنتجاوزش في حق حد. بالظبط. الحقيقه يعني من ضمن الحاجات اللي شفناها على النادي الاهلي او الاكاذيب دايما اللي بتنتشر على النادي الاهلي ودي اكذوبه مستمره جدا ان هو يتقال دايما ان النادي الاهلي عنده اعلام احمر قوي بيسانده وبيدعمه. ده اللي بيتقال على النادي الاهلي. طب ما تيجوا نشوف اعتراف الاعلام الزملكاوي برموز الزملكاويه تقريبا في كل الاعلام المصري. مين اكبر الصحفيين اللي كانوا زملكاويه جامدين جدا يا استاذ صبحي؟ عندك مثلا في الجمهوريه عندنا مثلا الاستاذ محمود معروف زملكاوي جامد جدا. ناصر سليم رحمه الله عليه زملكاوي جامد جدا. لا كتير عندنا. عندنا حد مين في الاخبار كان مين في الاخبار يا استاذ محمد كان؟ لا في جلال دودار وكان استاذ ابراهيم سعده وياسر رزق. مين في الاهرام؟ عبد الوهاب مطاوع. يا نهار ابيض في واحد عندك رئيس مجلس اداره نادي الزمالك مستعطل في منشطات المسا في ماتشات الزمالك والاهلي في الستينات انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي. يعني كان يقول لك ايه الزمالك غسل الاهلي نقطتين وبرضه اتغلب. يعني احنا كنا بيعملوا كده في المسا؟ والله بس تلاقي اللي بيكتب مانشيت ده زملكاوي. ده ناصف سليم. ناصف سليم والله.
مين في المسا؟ مين في الاخبار؟ مين في الجمهوريه؟ طب مين في اليوم السابع فارس؟ طب مين في الجول؟ مين يزود؟ مش عارف والله. طب فين بقى الاعلام الاهلاوي يعني؟ ولا وبعدين مفارقه حتى كابتن حسن حمدي اللي كان الحديث عن ان هو كان بيرأس وكاله الاعراب ده في الوقت ده الاستاذ مرسي عطا الله كان رئيس نادي الزمالك اصلا متعين في وقت غير كده هو بيشغل ايه بس بالظبط يعني انت عايز تقنعني ان حصل مظلوميه عليك والراجل ده واقف بيتفرج؟ مش ممكن يعني حاجات افتراءات غريبه جدا. لا ده الاغرب بقى فكره لو انت كمسؤول اهلاوي او انت اصلا انتمائك اهلاوي ولكن انت هنا مسؤول في منصب تاني زي كابتن شوبير لو انت عندك ابنك بيلعب في النادي الاهلي لان هو حارس مميز فاكيد لا انت بتجامل النادي الاهلي عشان ده. تعالوا نشوف الفيديو. كابتن شوبير يظهر امام الناس محاولا ان يصبح محايدا لكن في الخفاء بيخدم النادي الاهلي، ابن النادي الاهلي، كابتن النادي الاهلي، مساند للخطيب، وايضا ابنه بيلعب في النادي الاهلي وبالتالي هيكون اكتر واحد بيحب النادي الاهلي يكون في حته تانية. كابتن مجدي عبد الغني واضح وصريح. كابتن شوبير ابنه بيلعب في النادي الاهلي فاكيد بيحرك الامور في الخفاء. طيب لو اتحاد اليد يا احمد رئيسه ابنه بيلعب كان بيلعب في الزمالك، تعالوا نشوف الفيديو هيبقى الوضع ايه. لأول مرة في تاريخ كرة اليد العالمية فريق بر خارج القارة الأوروبية يفوز بكأس العالم لكرة اليد تحت 19 سنة. منتخب مصر وبيقوده يعني ناس محترمة جدا منهم زملكاوية كابتن حمادة الروبي، أبو المجد طبعا واحد من نجوم نادي الزمالك، حسين زكي، حتى رئيس اتحاد كرة اليد كابتن هشام نصر يمكن ابنه بيلعب في نادي الزمالك وهو كان لاعبا كبيرا في نادي الزمالك. أهلاوي ابنه بيلعب في النادي الأهلي يبقى متعصب، زملكاوي ابنه بيلعب في نادي الزمالك يبقى اكيد محايد على طريقه عادل امام مش محتاجه يعني. لا وهنتغاضى عن حاجات كتير، لا لازم الكابتن هشام نصر وبغض النظر بقى ابنه بيلعب في الزمالك، لا هو اصلا كان لاعب سابق في نادي الزمالك، عنده تجاوزات كتير مع النادي الاهلي، حرم النادي الاهلي من علي زين بعد ما النادي الاهلي تفاوض مع نادي الشارقه واتفق خلاص على اعارته في بطوله افريقيا، اتحرم من النادي الاهلي اللي بيمثل مصر في بطوله افريقيا بحجه ان المدير الفني عايز يشوفه على ارض الواقع. يعني ايهما افضل، مدير فني يشوف لاعب في مباراه تجريبيه او في تدريبات ولا يشوفه في اقوى مباراه احتكاك قوي في افريقيا؟ اتحرم من النادي الاهلي من علي زين، ونفس الامر تم مع حماصه. ونيجي بقى نفصل لائحه معينه كده يقول لك لو انت عندك لاعب دولي في مركز ما ينفعش تجيب لاعب دولي معاه، طب لو النادي الاهلي مش هينفع تجيب، طب لو انديه اخرى، لا لو انديه اخرى احنا ممكن نغير مركز اللاعب، او عادي جدا يدخل زي ما دخل اللاعب الاخير. كلام كتير جدا عن الكابتن عن رئيس اتحاد اليد، والكابتن خالد غندور مش واخد باله وشايف انها عداله. لا كابتن خالد شوبير كمان، كابتن شوبير يا جماعه مش عادل، مع ان في كل القرارات اللي اتحاد الكره نفذها فيما يخص لعب المسابقه من عدمها بعد كاس الامم ما اتخذش باي مقترح للجنه اللي كان على رئاستها كابتن شوبير. لا والكابتن خالد كمان مش مصدق ان ممكن رئيس اتحاد اليد او ممكن الجهاز الفني في منتخب الناشئين اللي فاز بالبطوله يوجه لاعب الاكونت بتاعه كله بيثبت ان هو اهلاوي بالزبط. لا مش ممكن تحصل، كانها ما حصلتش قبل كده من الكابتن حلمي زاموره باعتراف ناس زملكاويه. حاجه غريبه جدا، المبدا مش محتاجه يعني. طب نشوف كلام الكابتن خالد غندور عن تولي الحكم الدولي سمير عثمان لجنه التحكيم. هو خد بالك، ما انا برضو مع احترامي يعني من اراد ان يتولى رئاسة لجنة الحكام ودفع في الموضوع ده هو كابتن شوبير لكابتن سمير محمود عثمان. ما انت بتجيب كابتن سمير محمود عثمان اللي هو بيحلل في قناة النادي الاهلي، مع احترامي ليه واتمنى له التوفيق وما عنديش مشكلة معاه الا ان يجد جديد. كابتن سمير هو اللي عين، وكابتن سمير كان بيشتغل في قناة النادي الاهلي. انا استغربت من الاختيار. تخيل بقى لو كان عندنا حكم هنا هو اللي بيشتغل في قناة الزمالك اليوم تمام وبيتقاضى اجر من نادي الزمالك، ما هو اللي بيتقاضى اجر برضه من قناة الاهلي يعني بالظبط تمام زين زمالك. كابتن خالد غندور بيقول لك تخيل لو كان عندنا حكم هنا وبيتقاضى اجر وراح مسك رئيس لجنه الحكام، ده الاهلي عانى على مدار التاريخ، ده كان عم حكم لاعب بيحكم وكان اخو لاعب في الملعب بيحكم، تخيل احنا لو عندنا مثلا حسام غالي كان اخوه بيحكم ماتش اهلي وزمالك، كان ايه اللي ممكن يحصل يا كابتن خالد؟ حلقات لا وبعدين في نقطه مهمه جدا، مظلوميه. انت بتفتح قناه اكيد اللي جاي يشتغل عندك ده مش شرط يكون انتماء اهلاوي، ما انت حضرتك كابتن خالد عندك ناس كانت هنا في القناه وكانت بتاخد اجر من القناه
وشغالك كل يوم بتقطع في النادي الاهلي، عشان الاهلاويه ليه؟ لا 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 لا، هو بيقول لك انا لما كنت في النادي الاهلي كنت حيادي وكنت بعمل بشكل محترف. طب دلوقتي اللي كان بياخد منك اجر هنا في قناه النادي الاهلي وانتقل عندك بيعمل بشكل محترف، انما لو حد كان بيحلل كحكم بطل وطبيعي ان هو يتوجه لقناه القنوات اللي بتحلل، لا ده ما ينفعش يبقى محترف يا جماعه. طب ده كلام عن حكم وكان شغال في قناه، طب ما بال كابتن خالد غندور لو عضو مجلس اداره جاب التعيين رئيس الاتحاد؟ نشوف الفيديو وهو بيبارك للاستاذ عمرو الجنايني على تعيينه في رئاسه الاتحاد. ليه الاستاذ عمرو الجنايني في وجوده كرئيس للجنه المؤقته التي ستدير كره القدم في مصر، ومعاهم كابتن محمد فضل، طبعا كابتن احمد عبد الله. استاذ عمرو الجنايني واحد من كبار من هم متواجدين في السي اي بي البنك الكبير، وبالتالي عنده خبرات كبيره جدا، وكان عضو مجلس اداره ورجل عادل، زملكاوي عادل. احمد عبد الله زملكاوي عادل، دكتور محمد فضل، الدكتور جمال محمد علي. دي التهنئه للاستاذ عمرو الجنايني اللي كان بيتكلم عن خساره النادي الاهلي في افريقيا، وان هو شاف ومفيش مشكله ان الموضوع نوع من الدعابه، ومفيش مشكله ان انا خارج المسابقات اللي هي فيها المنافس عادي اتمنى خسارته او فوزه، ده شيء يرجع له، وده ما منعش ان هو يكون على رئاسه الاتحاد. طب تعالوا نشوف كلام كابتن خالد الغندور على كابتن شريف عبد المنعم لما كان عنده وجهه نظر في فكره منافسه الزمالك في افريقيا. معقول يا جماعه كابتن في قيمه كابتن شريف عبد المنعم في وجود استوديو زي الكابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن اسلام الشاطر، كابتن شريف عبد المنعم يقول هذا الكلام، كابتن اسامه حسني عمال يضحك، يا ترى الوطنيه للاعلام فين؟ هنشوف ماذا ستفعل الهيئه الوطنيه للاعلام. انا كمقدم برامج عمري ما قلت هذا الكلام، ولا استطيع ان انا اقوله، احتراما لجمهور النادي الاهلي واحتراما لمهنيتي. يا جماعه ده خطا ان كابتن شريف عبد المنعم يتكلم في الحته دي وطلع وضح، بس اين الوطنيه للاعلام؟ اين الوطنيه للاعلام؟ اما ان يبقى رئيس الاتحاد كان له تصريحات مشابهه او كتابات مشابهه، يصبح الزملكاوي هنا عادل، واكيد هيكون حيادي بين كل الاطراف. وعلى فكره احنا تجاوزنا فكره رئيس الاتحاد، ولكن هنا بنتكلم على حجم التناقض اللي محتاج ان انت تراجع مواقفك، ومحتاج ان انت ترصد ازاي انا هنا بشوف المعيار اللي بقيم بيه الامور، وفي مناطق تانية مماثله بشوف بمعيار والله مختلف تماما. والله اختصرنا كمان، والله اختصرنا عشان وقت الحلقه وعشان وقت فقراتنا، لان كمان في حالات كمان عايزين نتعرض ليها، مش بس الكابتن خالد غندور، وطبعا له حق الرد تماما، بس يا ريت لما يجي يرد يرد بادله واسانيد وحاجات موثقه زي اللي احنا بنرد بيها دي. لكن كمان كان مع الكابتن خالد غندور الاستاذ صبحي عبد السلام، وقال تصريح غريب جدا، يعني انا مش فاهم، يعني حتى لازم تراجع معلومات. قال لك كابتن محمود الخطيب منذ رئاسته للنادي الاهلي غير 7 مديرين فنيين. يا راجل 7 مديرين فنيين كابتن محمود الخطيب منذ رئاسته للنادي الاهلي غير 7 مديرين فنيين. اللي هو نقارن بنفس الفتره اللي جاء فيها نقارن بنفس الفتره، هو يمكن شاف من منظوره هو بالظبط، هو فعلا في 7 بس مش في الاهلي، يعني هو شاف ال7 بس مش في الاهلي. استعرض الاسماء يا احمد من منظوره هو، يمكن النادي الاهلي هو اذا كان كابتن حسام البدري طبعا كان جاي في عهد الكابتن الباشمهندس محمود طاهر، وبعد كده انتهى عقده، جه كارتيرون مسك محمد يوسف فتره انتقاليه، بعد كده جه بعده لاسارتي، وحاليا محمد يوسف برضه فتره انتقاليه. فانت لو حسبتها تعاقد مع 5 مدربين في الفتره دي، ده انت لو حسبتها تعاقد مع مدربين فنيين هو لاسارتي وكارتيرون. لكن انا اقول هنوحد المعيار ان 5 مدربين، هنتكلم على نادي الزمالك في نفس الفتره يا احمد، نستعرض الاسماء. طبعا بدا بنيبوشا، طبعا نيبوشا اللي هو قاهر النادي الاهلي، لما جه ما كملش طبعا، جاء كابتن ايهاب جلال، وكان برضه بدايته مع النادي الاهلي، بعدين كابتن خالد جلال، ثم كابتن خالد جلال، ثم جاء جروس، ثم راح الجروس، ثم جاء كابتن خالد جلال، ثم جاء كابتن طارق يحيى، والان ميتشو. اكيد هو لو شاف ان ال7 مدربين سلبيه اللي ما طلعوش اساسا ال7 في النادي الاهلي، انت عرفت السلبيه اللي انت شفتها وال7 دول كانوا فين بالظبط. ده احنا لو جبنا الاحصائيه بتاعت اخر 3-4 سنين انت هتشوف ارقام غريبه وحاجات غريبه ومديرين فنيين باعداد غريبه. وعلى فكره يا احمد انا عندي وجهه نظر، من حق كل نادي يشوف سياسته الخاصه بتعيين او المدربين او الابقاء عليهم من عدم، احنا ما بندخلش في ده، احنا بنصحح معلومه بس، انت بنصحح معلومه انت اللي اجبرتنا ان احنا نتكلم فيها على فكره. لا والحقيقه كان كابتن خالد غندور في الحلقه دي ما كانش بس معاك الاستاذ صبحي عبد السلام، كان معاه طبعا شخص كان شغال هنا في قناه النادي الاهلي، والحقيقه
يعني هو بيحاول يربط ربط بس ما عرفت ما جاتش معاه كويس. النادي الاهلي قبل امم افريقيا كان بيتكلم عن مصلحه الانديه في خطابه، والحقيقه ان الانديه نفسها والمنافسين اعترفوا ان امتداد الدوري بعد امم افريقيا كان مش في صالح الانديه. فجاي بيقول طب بما ان هو في صالح الانديه، طب ما كمان الاهلي بيعترض على الحكام وعايز يذكر حكام، وطب ما يذكر بقى الحكام اللي جملت النادي الاهلي. والحقيقه تعرض لهدف انبي في الاهلي وحامل الرايه شريف عبد الله، هدف في الحرس اللي اتلغى في النادي الاهلي اللي هو الحكم الخامس حسن سدبيسي، هدف احمد جعفر مباراه الجيش، هدف الاهلي في الاسماعيلي اول مباراه. الحقيقه انا سعيد جدا ان هو اختار الاخطاء التحكيميه دي يا فارس، لانه اختار اخطاء تحكيميه اللي هي فكره التسلل وايه ممكن يكون شبر. ده احنا في وادي دجله قعدوا يحسبوا انت عندك جهاز، لا انا ما عنديش، طب شوف البيرو عندك عامل ايه. اصعب اللعبات على الحكم، لان هو في حاجه معروفه في قاعده التسلل، اولا الحكم الرئيسي ما بيكونش هو صاحب القرار باستثناء جميع القرارات الاخرى داخل المباراه، ومع ذلك الاخطاء اللي اخترها، احنا مش هنجيب اخطاء جسيمه، لا الاخطاء اللي اخترها اساسا يا كابتن يا استاذ ايهاب اترد عليها وجا كمان ردود مقنعه جدا. لكن انا هبدا تحديدا بالحكم حسن سندبيسي، لان انت هنا شككت في ميول الحكم وان هو كان لابس تيشيرت اهلاوي وانه بالفعل الغى هدف للحرس قدام النادي الاهلي. طب ما هو نفس الحكم، نفس الحكم في نفس المباراه في نفس الشوط الغى في الشوط الثاني الغى ضربه جزاء او ما حسبش ضربه جزاء واضحه جدا من تلامس يد بين اثنين مدافعين للاعبي الحرس قدام عينيه، كان ممكن يحسبها لو هو فكره بقى اهلي وزمالك او هو اهلاوي، ما حسبش حاجه زي دي ليه؟ واضحه جدا في نفس المباراه، في نفس المباراه واضحه جدا. ده مش كده وبس بقى فارس، ده الحكم ده اساسا صاحب واقعه مباراه الزمالك والمقاولين العرب. حسب ركله جزاء للزمالك ما حدش كان يقدر يلوم الحكم لو ما اتحسبتش تقريبا، الوحيد اللي شافها وخدنا اعداد كتير جدا. ايوه دي خدنا اعداد كتير جدا علشان والحكم اعتمد قراره هو بالظبط. بس الغريب ان برضه في نفس المباراه دي اللي نفس الحكم ده اللي هو متهم ان هو اهلاوي اللي حسب ركله جزاء زي دي مش واضحه الا لما تعيدها مره واثنين وثلاثه تغاضى عن احتساب ركله الجزاء. لو انت قاعد في المدرج هتحسبها ركله الجزاء لو قاعد في المدرج بالظبط. فيا استاذ ايهاب لما تيجي تتكلم عن اخطاء تحكيميه ابقى ركز شويه، تختار اخطاء تحكيميه زي اللي احنا بنعرضها دي. لو مش عندك اخطاء تحكيميه تعالى احنا نجيب لك اخطاء تحكيميه تعرضها. لكن الحقيقه الامر ما كانش بس كده، كمان اتكلم عن هدف الاسماعيلي. تعال نسمع رئيس لجنه المسابقات اتكلم قال ايه عن هدف الاسماعيلي وكمان هدف انبي بالمره اللي كان عليه شك اللي احنا مهما ناكد برضه بيشككوا ان هو تسلل. نشوف الفيديو. احنا امبارح مثلا احد المحللين قال لك اجزم ان جون اللي جه في الاهلي جون سليم. رغم ان هو غلطان، لان احنا سالنا الفيفا والاتحاد الافريقي وناس في الاتحاد الاسيوي ان الجون تسلل. اذا حتى البشر اللي بيحلل الصوره وهو قاعد في التكييف ممكن يغلط. ادي الكابتن عصام فتاح رئيس لجنه الحكام، عشان ما نطولش برضه هات له تصريحه عن الهدف الملغي. النهارده النادي الاهلي في عنده فعلا مشكله، فالعقلاء في النادي الاهلي المفروض لما بيفكروا لازم تجيب دكتور نفساني يقعد مع لعيبه النادي الاهلي زي ما كان بيعمل كابتن مستر مانويل جوزيه، كان في دكتور نفساني بيجي معاه فعلا؟ طبعا وبيقعد مع اللعيبه، كان موجود الدكتور النفساني ويخش يقعد مع اللعيبه واللي عنده مشكله بيحلها. فالنادي الاهلي لعيبته محتاجه يبقى الطبيب اللي كان بيجي ايام مانويل جوزيه الطبيب النفسي يبقى موجود عشان يعالج الحته ديت. طبعا واحنا كنا المفروض نجيب تصريح للكابتن عصام فتاح، لكن احنا على طول استاذ ايهاب الفولي سخن الحدث جدا وطلع بتصريح ان النادي الاهلي محتاج علاج نفسي عشان خسرنا ثلاث هزائم متتاليه من نفس الفريق. تعالى بقى نشوف الفكره بتاعه لما انت تخسر ثلاث مباريات متتاليه من فريق بيستدعي علاج نفسي. هنتكلم نادي الزمالك امام الاسماعيلي خسر خمس ده مرات قدام الفرق غير النادي الاهلي غير النادي الاهلي خمس مرات متتاليه في الفتره من 2007 و2009. خسر امام المقصه اربع مباريات متتاليه من 2017 ل 2018، قدام انبي ثلاث مرات متتاليه من 2011 ل 2014، قدام حرس الحدود ثلاث مرات متتاليه من 2008 ل 2009، قدام الاتحاد ثلاث مرات متتاليه من 47 ل 48، قدام المصري ثلاث مرات متتاليه في الفتره من 2005 ل 2006، وقدام الاولمبي ثلاث مرات في الفتره من 65 ل 66. كل دي مباريات اكتر من ثلاث هزائم لنادي الزمالك قصاد نفس الفريق. اعتقد محتاج لما تحاول تتكلم عن النادي الاهلي في حاجه تكون دارسها كويس ومذاكر كويس ومحضر كويس عشان ما تردش عليك انت. نستعرض له كمان مباريات الاهلي بقى. مني ليك بقى اهلي وزمالك
انت عملت ايه؟ مباريات المباشره اهلي وزمالك خمس مباريات متتاليه 2007 2008 اربع مباريات متتاليه 1926 1928 اربع مرات متتاليه 2004 2005 ثلاث مرات متتاليه من 35 ل 37 ثلاث مرات متتاليه في 39 ثلاث مرات متتاليه من 98 ل 99 وثلاث مرات متتاليه في 2006 كتير قوي والله. والله اعتقد لو حد فعلا لو انت فعلا حابب مصلحة الفريق اللي انت بتنتمي ليه ايا كان الفريق من الاثنين فلا تتمنى عودة طبيب نفسي مع النادي الاهلي زي ما انت بتقول يرجع زي ماتش مانويل جوزيه لان الحقيقة لو عاد الطبيب نفسي هتتعب جدا زي ما كابتن ميدو كان تعبان جدا في مباراة الاهلي والزمالك. بالنسبة لي ان انا اشوف بعض اللعيبة دايما انا دايما في الهزيمة بقول ان انا المسؤول وده طبعي وده اللي اتربيت عليه ان انا اشوف بعض اللعيبة خايفة وقلقانة ان هي تلعب قدام الاهلي ده بالنسبه لي هو اكبر مشكله. الموضوع مش بالنسبه لي مش موضوع مكسب وخساره لكن موضوع ان انا حزين ان انا شايف في لعيبه في نادي الزمالك خايفه ومش ده اللي احنا اتربينا عليه. شفت بقى يا استاذ ايهاب مين اللي ممكن لو الطبيب النفسي هيحتاج مستشفى عشان يعالج واللعيبه من خوف من مواجهه الاهلي وعلى لسان احد ابناء نادي الزمالك بالزبط. والله يا جماعه انتوا لو هتدققوا مش هتقولوا الكلام ده واحنا مش هنحتاج نرجع نعمل ريمونتادا طبعا لكن ربنا يخليهم طبعا طبعا واحنا الحمد لله ان شاء الله جاهزين طول الوقت. حابين نقول لكم ان هيفضل النادي الاهلي خط احمر ممنوع المساس بيه في عين ابنائه وبالنسبه للمنافس خط احمر مستحيل تقدر تتجاوزه الاهلي خط احمر. شكرا.